السلام عليكم. الموضوع حصل في الجيزة. شاب في العشرينات قتل عشيق أمه. الموضوع ابتدى من شهور بسيطة لما الابن لاحظ وجود فتور ووجود علاقة غير قوية زي الأول ما بين أمه وما بين أبوه. الولد ما تكلمش، قال مش مشكلة، كل البيوت فيها خناقات وكل البيوت فيها مشاكل، ولكن في نفس الوقت لاحظ بعض الحاجات المعينة، ألا وهي ابتسامات أمه دايما موجودة في وجود أحد الجيران، الكلام اللي من تحت لتحت حتى قدام أبوه أو حتى قدامه مع نفس الجار. بدأ يلاحظ الموضوع ويتكرر أكتر من مرة. قرر أنه هو يراقب أمه ولكن من بعيد لبعيد، اتأكد من وجود الابتسامات، اتأكد من وجود العلاقة، ولكن مش متأكد بنسبة 100% علشان أمه. المهم، الأم دايما كان الابن والأب في وقت معين مش موجودين دايما في البيت يوميا على هذا المنوال. قرر الابن يصدم أمه ويفاجئها بوجوده أو دخوله في الوقت اللي هو مش موجود دايما أو متواجد فيه هو وأبوه. كانت هنا المفاجأة، إن هو سمع أصوات داخل غرفة نوم أبوه، دخل على طول معاه سكينة، قتل على طول عشيق أمه اللي اتأكد إنه موجود جوه المكان. بالمناسبة، بعد ما قتل العشيق وضربه عدة طعنات كتيرة جدا، جريت أمه على طول وهربت من البيت، راحت لأهلها على وعسى ينقذوها لأن محدش عارف أي حاجة في أي حاجة. الابن على طول اتصل بأبوه قال له حصل 1 2 3. الأب جه بلغ الشرطة، مباحث الجيزة جت اتأكدت من الموضوع، فرغت الكاميرات، عرفت ان في وجود علاقة غير شرعية مع الام مع الجار اللي هو اتقتل. يعني ده ببساطة الموضوع اللي حصل في الجيزة. الجثمان دخل مشرحة زينهم، والراجل اللي توفى هيبقى بين ربنا سبحانه وتعالى، بين ايد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هيبقى متوفي وهو كان في حالة زنا. ده الموضوع اللي حصل ببساطة، والسوشيال ميديا نزلت على طول بمنشطات المثيرة جدا. هنا على طول تم القبض على الأم وتم القبض على الابن. الأم اعترفت بوجود علاقة غير شرعية مع الشخص ده اللي هو الجار، والابن اعترف قال أنا قتلته وسددت دي أكتر من طعنة علشان شرفنا. هنا في مشكلة صغيرة، إن الوحيد اللي ليه حق في حاجة زي كده الزوج، لا الأب ولا الابن ولا حتى الأخ ولا أي حد تاني من الأقارب، ولكن اللي ليه حق في حاجة زي كده أثناء التلبس الزوج، ويطلع براءة على طول. ولكن الابن ممكن يبقى فيه رأفة، ولكن مش تبقى الرأفة الكاملة للابن أو للأب حتى. دي النقطة الأولانية. إن شاء الله بإذن الله ربنا ينجده من اللي هو فيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، عفوا حضرتك يا ست الكل، عندك ابن وكبير مش صغير. المفروض ربنا سبحانه وتعالى حط لنا العقل بنفكر فيه وبنفكر بيه بدل الحيوان اللي ما عندوش عقل. عندك ابن وعندك زوج وعندك بيت وعندك اولاد وعندك وعندك وعندك، مش عاجبك جوزك اللي شغال بره وشغال ومطحون ومتبهدل علشان يجيب لك لقمة العيش، او علشان حتى على الاقل خالص يأكلك فطار وغدا وعشاء ويلبسك وكل حاجة في الحاجات دي كلها وتخونيه، عفوا تبقى انت ست فجرة. ربنا سبحانه وتعالى حلل حاجة اسمها الطلاق، حلل الطلاق، حاجة محللة، اتطلقي، مش عاجبك اتطلقي، ولكن تبقي فجرة تبقي في نفس الوقت اكتر من كلمة فجرة بمراحل، وتزني مع اقرب الناس ليكو اللي هو الجار او ايا كان حاجة زي كده، يبقى انت شخصة مش محترمة. هكذا الرجل اللي توفى رحمة الله عليه ما صنش حق الجيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اكدوا على حق الجيران، حتى لو كانوا كفرة او حتى لو كانوا على ملة غير الملة بتاعتكم. ده الموضوع اللي حصل في الجيزة، وده درس صغير قوي. مفيش نار بتولع مرة واحدة إلا لما يكون فيها شرارة وكبيرة وكتيرة،
ومحدش يفكر نفسه ذكي، محدش ذكي بنسبة 100%. كده كده لازم بتقع بعد كده في خاية معينة، أو بتقع دايما في ثغرة معينة بتكشف كل الدنيا كلها. لو أنت أو لو أنت فكرتي إن أنت تعملي حاجة زي كده، فكري بالموضوع برمته وشوفي المكسب، أو شوفي المكسب إيه في الآخر ونتائجه إيه اللي ممكن تعود عليك. مش علشان ساعة متعة حرام هتاخد عليها ذنب السنين كلها، في الآخر ممكن يحصل اللي حصل ده. مش قادر أقول إلا الله يرحمه، مش إحنا اللي هنحاسبه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه. ولكن أقول حاجة صغيرة، يا رب ويا ريت السادة المحامين وإخواتنا يقفوا جنب الشاب ده، لأنه هو عمل حاجة زي كده مش بنية القصد، ولكن في موقف مفاجئ ما كانش متوقعه. ربنا يسترها على أهلنا، ويسترها على ناسنا، ويسترها عليكم، ويستر على الناس كلها. ويا رب نفكر في الحاجة قبل ما نعملها مليون مرة. وبرضو نتكلم في نقطة معينة، ألا وهي حسن الاختيار وسوء الاختيار. لو كان الاختيار كويس من الأول ما كانش حصل اللي حصل. السلام عليكم.